بسم الله الرحمن الرحيم. سونيا العلالي رئيسة جمعية نحن معا لخدمة القرب والتنمية الاجتماعية. نهارا تواجد دي بني سيدة الجبل بالأخص دي جنت مزيدة قد دي سينترو مدرسة مجموعة مدارس بني سيدة الجبل يعني قد دي سونتر يوذن مار أنا المداشيري جان قاربا وسين دجاتي باش تساعدونا استفدن سي القافلة الطبية نقنهارا. القافلة الطبية نقنهارا متعددة التخصصات تغذيس الغدد والسكري، تغذيس التحاليل الطبية، تغذيس القياس الضغط والسكري، تغذيس إجن حملة تحسيسية إنت قربدة معروفة بأنه الجمعية أنا تقيت في مغارين الكشف عن السرطان المبكر للرحم ولا للثدي، وفي نفس الوقت تغان إعذاري شي حنجاني مزيانا العائلة تنسن ما فعلهمش تصل الزينخ نستغل الفرصة أنه تقيت قافلة طبية وشين قسم رنيتني الختان توان قياس البصر الأدوية مجانية طبعا نبدا القوافل نقص الأدوية مجانية عدد المستفيدين قايع ذوش 1700 تبارك الله يعني وسين تتصل المنزل مداشير ماري يدي قاربني بني سيدة الجبل تشكاخ زي المنبرايا ناظر سيتيخ المواكبة نساكيد نخذ دي جميع الأنشطة يتقل الجمعية وعلى رأسهم حمزة وشيماء تبارك الله عليكم نبدا كني وتوجد مكينة في الساحة وتشكاخ الاعلاميين نغني يتواثنا كي نغورني ثنيه وتشكاخ الطاقم الطبي توا كي نخ يخدمن يعني بجهد ضم قران من بينهم دكتور احمد مقدم دكتور مراد بركان دكتوره زينب دكتور البناني يعني المختبر تيتك التحاليل كي نخ لي ساج فام فاطمه المحيوتي كي نخ خديجه كي نخ طسن كي نخ مصطفى كشان تيجن توغث تيجن الختاني حنجاني مزيانا وطبعا تشكاخ اصدقاء نحن مع عند المتطوعين الناس وتشكاخ مدير المدرسه اذا خياز من المدرسه باش غادي نخدم وتشكاخ حتى المندوبه الصحه اذا خيت سهر نبدا باش نخدم لي القوافل الطبيه وتمني ان شاء الله تيروا التخور هذه الجن وتمني ان شاء الله القوافل النغني غادي نتعاود ثاني المداشير النغني باش تستفدني وذا نكتا. شكرا رحيم غزوارو طاح بس نضل سيتي غير عندي سي نهار مخيه مؤسسة مجموعة مدارس بني سيدال وبالتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ديال النظر نحتضن إجن المبادرة تسبحانت الجمعية نحن معا يجنج القافلة الطبية الساكنة بني سيدال الجبل والقافلة هي زعما عجبنا الحال لأن شن التخصصات نشتي ندير واخد تجيب واسن تما ولا واخد تجيب الثقافة النغ ميدا عجبني بزاف بزاف وهو الكشف المبكر لسرطان الثدي شتي مغاري النغ واخا تجيبو ذكينات واستي وين دار ضغط وضاني شن حاش ولكن جمو بضاعة سبحانت ثم تب العيون تب العيون ذا الكشف امراض العيون وذني يوم يتسخن الدواء يوم يجن وضع الله يجزهم بخير بالاضافه الى امراض السكري والغدد تعود الثقافه وعرفت الجيشه الطاس غنهل شي غنعرف زاد السكر ولكن النهار كي نجمو مدارة الصباح سيرتو المنطقة هي وصل قاربو نائية ولكن مجد الهشاشة الفقر غنغدي تا الطاس إذا نتاعها بزيسن نجمو مدارة عجبنا بزاف نتمنى الجمعية تنظنيت نشتي طوال نخازم أي مبادرة لمصلحة ونشتي السلفي الدقن السلفي في إطار انفتاح المؤسسة خلال المحيط الخارجي خلال المجتمع المدني وبالشراكات أي واحد يخسر ديك المبادرة لصالح سواء لصالح سكان المنطقة لصالح التلاميذ سواء ثارزم سواء المديرية الإقليمية ثارزم ونتمنى الجمعية تنظنت لأن باش تبان أنه الجمعية هي تسمى تكسير مفهوم الدور جمعية المجتمع المدني سي الحقيقه الناس لان خص المساهمه داخل هذه المساهمه ذي تنميه العالم القروي وتقدر خصنا التاس يجوا ما نظنيت وتقدر كنا ولكن بزاف خدمه وسيطه تيجي انا مغدا تميموت نستخدم لي سيدار داني تا دي رابان تريت نمشي نفاحي الحملايه غطاس وتجي دروس زعما داتينو اروا طوب دي خوضا يتقسايا خوسير دي السعد وضانيتا الحمد لله وشي لان غدوا نفاح الجمعية الطاس وتجي دروس نشي نخس امو يوضان نغدار مساكين الطاس
مساكين وغاسل من راسهم الدواء وغاسل الحمد لله الجمعيات نفعان غطس وتجي دروس ايوا الجمعيه شكا خصها الطاس الطاس وتجي دروس الجمعيه اللي غنغديو سي نطاح بزايس تما زيد هو هو نطاح بزايس يعجبان غير حال مغارين مساكينات ما راه هرشين تسينتي تسعدون ترني هنتي يو راني انت فاحنتي الجمعيات شكا تطاس وتجي دروس. بسم الله الرحمن الرحيم، غيزا نزروني عضو جمعيه نحن مع لخدمه القرب والتنميه الاجتماعيه. نهار نتواجه ذي بني سيده الجبل، بالتحديد ذي مجموعه مدارس بني سيده الجبل المعروفه كنظن برابع مشاناتها. نهار قنوضي تدريج الحمله تحسيسيه زائد قافله طبيه متعدد التخصصات زائد حمله الختان مجموعه الاطفال المعوزين ومشانا. الحمله يسد كبادره وكطلب زي الابناء بني سيده الجبل باعتبار انهم تعانان المشاكل الصحيه وغاصن بالخدمات الصحيه يثنغي اذا غتعالجن وغاصن بو يبريذن. لذلك قرر الاخ ابراهيم امغار مشكور زي المنبرة على اساس ان انقل الحمله ذانيتا بتعاونك جمعيه نحن مع خدمه القرب. ممش نسرغ تصنت مغارين انه غاصنت المشاكل الصحيه وغاصنت بويض بيض البنيه التحتيه والو تعانى تطاس. لذلك نتمنى انه تريج التفات المسؤولين كذلك المجالس المنتخبه انه ذوش شويه الاعتبار المناطق القرويه راح شويه غماني تعيش يوذن الهشاشه. ممش تقل الجمعيه نخ نطرح غير مشان يتجان النائيين يتجان يوذن المحتاجين كذلك وغاصن بوي بريذن تحاول ما امكن انه غاصن نقرب الخدمات الصحيه. من باريا نتشكى الموقعنا نادور سيتي جان بديت تنقل كينا بدا قثي خوغز ديس ويتش بالاعتباري وبريد نيغي الصعوبات ينتاف نتشكاري ثطاس وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تشكاري غير كني اولا الموقع نادور سيتي دائما في الحدث، تشكاري اختا قم تقني نوم الحمد لله نفاح الطاس ساكنه بني سيدا يعني فاح الطاس بني سيدا الجبل الحمد لله. نتشكاري الطاس جمعيه نحن معا استفدنا كينا ثوز يعني تنبى النتاء باش انقل القافلة الطبية المتعددة التخصصات في جميع التخصصات، ذيس طب العيون، ذيس طب العام، ذيس داء السكري، ذيس الحملة التحسيسية لداء السرطان وعنق الرحم وإناث، ذيس التحاليل الطبية الأدوية، الحمد لله يعني الختان يعني وإناث الفئات المعوزة، يعني الحمد لله كذلك تأتي حملة ختان، الحمد لله كل شيء عذو مليح، الخو مشتورا بأنه مسجل غانا تأتي أكثر زي 600 واحد وذيني التزايد يعني يوذن قد قوانت الحمد لله يوذن فاحنا التاس. نشكر الجمعيه زعما صراحه يعني تلبى النداء النغ نلقاكي التنسيق كاين كمواطنين وغير لا الجمعيه لا والو شي كمواطنين نلقاكي التنسيق ميدوم غاينيغ يجي نفرح حتى مبقات من التفدي وذانا تدعنا كيش دعوه الخير ذوينات يعني يوذن في وسط وغاسن بول الامكانيات الفقر في الهشاشه الحمد لله يعني يوذن رمي فاحا نشي نفاح كي تسن نشكرك النيو ونشكرك النيو التصلح معي. السؤال الغني ثاني شت توريد الجمعيات خصها تلتفت يمشيو المبادرات وبالضبط يمشيو المناطق. يعني صراحة المناطق جا ضروري خصها تستافد من الدقة لأنه خميني أنت شنو قوافل تبية تقنت أنت شنو شن ذي المدن قال المدن قاديني سبيطارات ديني ضروري خصها تخزن المناطق الجبال شنو غنغذي أنت تتي بني سيدة الجبال غنغذي ميدم غايني يعني عماس وسعدون ذي ضبيب نقع وغنقع ذني تتي قاع مركز صحي قاع أمبوسي وغنقع فما والفقر يعني تصور انه ذني وذن خدم 20 درهم لحد الان خدم 20 درهم ما والو مهم معزولين حتى يا بريد باش 15 كيلومتر خناضه هو ابريد وغانغي تجي باش 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 يعني باش هذه وذن راح ذي ترونسبور راح غاسبيتال حسني وغاسندابو يا بريد ابريد منعزلين تماما يعني قارسني الجمعيه ان شاء الله اقوى من غتخزام غزام بني سيده الجبل بني سيده اللوطا الكبدانيه يموش انا وياف يموش انا يجا ضروري يخص يعني غتستافد نيوذن لانه الفقر ها الخدمة والو ها البنيه التحتيه منعدمه ها الماء صالح الشرب دائما انقطاع الكهرباء يعني منعزلين دي كل شيء. تشكاري غنادور سيتي دائما وجزاكم الله خير.
خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. شي نوسد وين نغدي بن بطر نوزدان السعدوغ خمين دان غيتقسن شو سيغدا السعدوغ خثي الطاوين تميجاغ. ايوا الحمد لله مو كره ما فقدنا نغزعما وهذا نغتو نشاغ نشكاري نصوات سي جنحاج الصباح نيكوج ثان دينت قنغدي بني سيدال دي رابع نيكوج سواطاس غنغطاس نسايا مران كاكورا مانطاح نتق التحاليل نسعدو على الرياوات نتق الخماطين شين نسعدو بطر ايوا الحمد لله نشكاريها نشكا على الجمعيه هذا نغدي ذات تاويين مليح باب حمدين غراجع زعما يجنحاش الصباح نشكاريها نسواطاس.